منى شلبي الممثلة بعد حادث يعني كان خطير جدا حصل امبارح، كانت في منطقة القصر العيني على الكورنيش تحديدا قدام معهد الأورام، العربية اتقلبت بيها 3 مرات، بالدرجة ان النهاردة كان في شائعة سيئة بخصوصها، انما الحقيقة هي بخير. اي نعم العربية اتقلبت 3 مرات بيها هي وصاحبتها، الا انه الإصابات كانت ردود وكتمات، انما يبدو ان حالتها النفسية متأثرة جدا وبالتأكيد متوترة بعد هذا الحادث.